الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد ترسينا وكي شناد كم إذا كتابك حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة ويسكلها الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى وحين نسوق أرني هل كمؤلفك يريد دعاء الذهاب إلى المسجد دعاء الذهاب آدتانك دعاديسي إلى المسجد مساجدك لا آده قفكو مركو ميلك إيمانا يو مساجدك إلهي سو آديو أما قرقيس هكي مادو أما سوق هكي مادو أما ميلك لها كي مادو مساجدك سو آده دعا دا إيا الله باريق الله قربو إيا توق مضى أيو مصنف عوان كانو قنتي حورنا يا بير اللهم الله يو اجعل كيل في قلبي يجد حديثا نورا افتين إله كيل قلبي يجد حديثا إله افتين إيجلي وفي لساني عرب كي يجد حديثا نورا افتين إله كيل وفي سمعي مغل كي يجد حديثا نورا افتين إله كيل وفي بصري أرق يجد حديثا نورا افتين إله كيل ومن فوقي حق يغسرنا نورا افتين إله كيل ومن تحتي دنك يغوهوسنا نورا افتين إله كيل وعن يميني دنك يغمدكتانا نورا افتين إله كيل وعن شمالي بدحديدنا نورا افتين إله كيل ومن أمامي هرطيدنا نورا افتين إله كيل ومن خلفي قداشيدنا نورا افتين إله كيل وجعل إله يل في نفسي نفتي دقوده دنا نورا افتين إله يل وأعظم إله إيوينه لي أنيق نورا افتين كجودهان إله إيوينه وعظم إله إيوينه لي أنيق نورا افتين وجعل إله إيه لي أنيق نورا افتين وجعلني إله واحد جيش نورا افتين أنيق نيجيل اللهم الله يو أعطني إسي نورا افتين واجعل إله واحد كيشا في عصبي سيدهي قد احضرنا نورا افتين وفي لحمي هلب كي قد احضي سنة نورا افتين وفي دمي ليقي قده سنة نورا افتين إله كيال وفي شعري تنت إذا احضرنا نورا افتين إله كيال وفي بشري أوغدي دئي شركي قنا نورا افتين إله كيال دعوين كاس ودعوين كالددوان وشيخ جمعيي الفاظ سيضا جميع هذه الالفاظ في البخاري بولي يهوس الفاظ صنم بخاري بيكوت على اساس جمعيي مرك طيب حورنا يا اللهم الله يو اجعل اي لي انيغا نورا افتين في قبري يا حباشي ذا جوديه ذا اله افتين كيل ونورا افتين اله كيل في عظامي لفهيغا لحظه وزدني إلهي وإيكرني نورا افتين وزدني إلهي وإيكرني نورا افتين وهب إلهي إيه بيلي أنيقا نورا افتين نور كاسو على نور افتين كلا دول صارا افتين افتين كلا دول صاري أيان إلهي كويدي سنة يا إلهي وإسيب كل يليه طيب دعاً موضع النبي كواخر سنجري صلى الله عليه وسلم علم ذو وكوكلا ركدويه شيخنا هذا واحد وجه دا حسن المسلم كإسكال وحو مري مساجد كمركة لآذا يدعا دان إلا آخرست علم ذا نغار كم ذو وحي أدلي شدان إليه نبي مركو سلاة ليل كتوكان أيو آخر سنجري وصلاة دحذا أيو كواخر سنجري يوتر كأيو كانت مركة مودين ووحو بدنها حق السحاهان مركة ليراه دو حديث كان عبد الله بن عباس بن وريني حديث كان نبي وحو كب بلابي إلهي بوحو ويديستي نور ولبا نور كوا كب بدن يا حديثك وحو البيتبا أفرت بين لحظة جهبة إلهي النور إنو أقل يكر يهوس يمدكته يبدحده يهري يقضال واللحظة جهو إنسان كوليه إلهي اللحظة بالنور إنو أقل يهو وإلهي ويديسانيه وحو كبلاه لكن قلبك علماء السويديان انتاس او شيء او جركيسا كتعلق دو الهي نور او ويديه قلبك انو كبلاه محاكيني
وماشى أدونك إلهي وكفر يا قلبك يا عملك سيدا أوجد بقلبك النبي وحنا كل شيء صلى الله عليه وسلم حبين جرك كوت الله هدايا هجاك تجرك أنت كلو هلاقي هجاك سمي هدايا حبين تاسي هلا ودنا تجرك كلو هلاقي وأيضا مرك ألا وهي القلب هلا حبناها يا عباد أنت كلا تايدا وحي أتها أقاسي سيد أن تاسوا قضب وقلبك أهمية أولية هي أيو النبي وقوب بلابي صلى الله عليه وسلم تنكلا نور كان نبي إلهي ويدي سنيو وحي ويهي علماء وحي سوء خلافين قل يوحي ليهين ونور معنوي وأه إلهي النبي محمد إنو هنونيو أن أوكيل الروح نونسن أو حبنه سيء ويرده سيء إلهي سبحانه وتعالى وحي له أسيو لن أوكال ما يستطاع هذا إلهي ونور إيماني هو وحي لم يتهي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور وي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا مركا ونور كي إيمان كاها وقفك وناقنا كل رجلين يي حماهنا كأف غبنا يي نور كاسو الدين يا إلهي حبنه سيء شركي سلان وقت الله وحالي رهضتك قاركوض وحاس إيجي الله شقية مركا إيجي سون الله شقية سيدا أويد بليه إله إيجي نور قلي أو سيده نور قلي أو وحو البيت نور إيجي مركا تاسوا تفسير تفسير لبادا داوحو يهي نور كاني ونور قيامة إله نور كايسي وقلبي نور إيسي وحق نور إيجيال وحنبي وكه الله يا ونور قيامة دعيدونا وحبنه سي ويردي سنبي وإي إفهيان عليه الصلاة والسلام إف كان نبي كبحا يأي النور كاسنا وحا إفتين سنية قف كستو نبي الراعي والرمي عليه الصلاة والسلام وددي سنة كل انتي مرك إله نور كاس إبادي خلق الرمي سنة وتربضا سي نور كاسقا أو إفتين سدان ودوي ترتا مالك قيامة إنو ترى النور وقفك عمل كيس ونور نغريو سيدا أوجد باركيسا منافقين تي قرآن كي لهي نو كشيغي قيامة مركي يمادان باوحا كدما يا نور كي أيوتين مركاسي وحي لها الله يا مؤمنين تي وحي ليهين وارتشوغا عن إذن كان نور قادن نغت باسم نوركم نور كي نيا إفتين كان إذن بحيان وكرح القادن إنا إن السوغا مركاسي ليهين قدال النقطة الدنيا النقطة الدنيا نور كلا جسوة العباية الدنيا النقطة مركوا نور آخر يقيامه أيضنا وصور تقل ظاهر كيسان الوحي باره ودي النبي صلى الله عليه وسلم الدون كان مركو تشوقي حبنه سيء قلبه سيء عربك سيء لقيه سوى نوري صلاة أطاعة إله بك عمري عليه الصلاة والسلام إله قلبه نور إيكري إنه نوض قلبي وناكسن وشبهاتك قلبك أكبت باده وشهواتك مضلة أكبت باده وحسد وكبد باده وحقد يحماتي عقدد وكبد باده وضدك مسلمين تام بلشيء يقويس يمت قبيلها نقضينا أدو قبتدينا تسكي إلى لسيد قلب نظيف إلا ما نطلع بقلب سليم وله قلب النور كوجليه نور كاسا مرك وح صوا يا قلبي جا كوتشره أنا بخير كوكو إفستي وفي لسان النور إلى عرب كنور إيجلي وهو محي تعرب كاجا مركي إلهي ونور يا خير كتره وتوحيد كات كله واقدد وقلبي وانا سناي عرب كي أوضح شقين أيام وات سبحان الله سنة يسيد وات كارت أن صوم الرياض آخر سنة يسيد أكوين هو ما دون آخر سنة يسيد وات كور دي يسيد وعرب نور وسارين هو وانا سنو أيام نور كاس مركا وكا وفي سمع النور إله مغل كيجا واحد يجلي سان نور ومحي إن هذا دجاجها حماك ودجاج سن سكاي لا للموسيقى ذا حنطة إن حد جود وكدت كل واحد جود بيو دجرت يا شرغال كدت كل يوم ملاقي جيو دجها إن إلهي بكسيه والنعمة إلهي أكسيه إن بدن أخلق يكمل دوا دقولي قارب الغي بين دجا قبين لكن دجا بيلن وح يركا هاد دلالة إمشى على ذا سكاي لا بنان إلهي بكسيه ميكود لو ليكون حذية وح كلو عجيب يكويهين دلالك يركا ها واحد أود ولا ذهي مساجد كادت كتشوف عتق هذا إنك كل جرتي، لأن كان على جارها الله يا هبل عتق سكوا صنيع هبل يا عتق ذا كوا صنيع كل وقت كلا جرن كانوا وارب كانوا وادمر حتى إن ده هذا كارق وعتق وقت كلا جرن إيش درين إلهي ووسيا مرك عتق أكو كل ميزانته مغل إلهي ووسيا وحي كوم غشوا إلهي نعم كأو كسيء معاصدها أو كالميسن نور إلهي بو إلهي بكون قال القرآن كله جيسو خير كله جيسو وعد جيوانه كله جيسو حماهنا السجائر عليه وفي بصري أرى جيجا دحدي سنة نورا إفتين الله إيجري إفتين كاسو
xumihii intaad ku aragtid aad kaga beertood ku ogaatid inuu xun yahay, samihii iyo wanaaggiina intaad ku aragtid aad ku raacdo oo tidhaahday meeshan wanaag baan ku arko, wanaaggaasaan raacaya. Iska ilaali marka araggaaga meel xun inaad waxa weeyaan la aadid. Sidaa awgeed baa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan in badan oo dadka zuhaadda ah oo cibaadaysta oo cibaadada iyo taqwada iyo alla kacabsiga waxa weeyaan dadku ay u haystaan inay ku badan yihiin cibaadooyinka ay samaynayaanba waxaa kala reebo nuqsaan ku riday indhahoodii ay fasaxeen. Markaasaa laga yaabaa wixii xaaraan dhan iska fiiriyo, filimaan xunxun fiirsado, maantoo dhan dad ajanabi aan loo bannayn inuu shahwo ahaan u fiirsado, meel xun la aado, wax xaaraana ku fiiriyo, wax xaaraana ku akhriyo, akhrinteedu ay xaaraan tahay, meel daran uu kala dhaco. Zuhdigii iyo cibaadadii dhankaana aad samaynaysay marka waxaaba halleeyeyba waxaan indhahaagaadu isticmaashay. Intaa waxaa kuu weheliya caafimaad darraaba kaasoo gaaraysa macaasida. waxaa kaloo nuurka soo gelaya dee ilaahay inuu kuu baaqi yeelo dhagihii iyo indhihiiba maqalkoodii iyo araggoodii. Waa nuur laftirkeedu oo aad leedahay oo indhihiina aad wax ku arkaysay, dhagihiina wax ku maqlaysay. Nebigu markaa wuxuu tilmaamay xubno qalbiga waa xubin, carabku waa xubin, basarku waa xubin, samciguna waa xubin. Xubnuu tilmaamay culimmada gobol ka midii waxay yidhahdaan si Ibnu Qayyim oo kale uu tilmaamayo aadamaha marka laga hadlayo isticmaalka xubnaha ilaahay uu siiyey ay isticmaalayaan saddex qaybood bay u isticmaalaan. Qayb xubnihii ilaahay siiyey iyo waayiradii gacmo iyo lugo iyo indho iyo dhaga iyo kay dooni ha noqoto, xubnihii ilaahay siiyey dad u isticmaalaya wixii xubnaha loo abuuray. Xubnaha maxaa loo abuuray? Inay ilaahay caabudaan oo ilaahay raali ahaanshihiisa adduunkan kasbadaan. xubnihiisu marka taa uu isticmaalaya ay ku mashquulinaya maxabada ilaahay, raalli ahaanshaha ilaahay, taacada ilaahay, taacada rasuulka, maxabada nebiga calayhi salaatu wasalaam, adkaarta iyo ducooyinkii allabariga uu akhrisanayo, wixii xumaaya uu ka hayo, intaasuu xubnihiisu u isticmaalaya. dhab ahaan qofka liibaanay adduunka iyo aakharadaba tijaaradiisuna ay noqonayso tijaaro aan waxa weeyaan ka nusqaamaynin oo aan kaga imaanaynin waa qofka. qofka labaadi waxa weeye yaamad qaybta labaad oo dadka ka mid ah waa qayb xubnahoodii u isticmaasha wixii loo abuuray waxaan ahayn. indhihiiba wuxuu ku fiiriyaa xaaraan, dhagihiiba wuxuu ku dhagaystaa xaaraan, lugihiiba wuxuu ugu lugeeyaa xaaraan, carabkiiba wuxuu kaga hadlaa xaaraan, qalbigiiba wuxuu ku hayaa xaaraan. marka waa qof ilaahay xubnahan wuxuu u samaysto ugu talagalay in lagula yimaado, yiri ilaahu ma kaa yeelayo. waxaan shaki ku jirin inuu yahay qof khasaaray adduun iyo aakharaba, waqtigiisiina uu ka dayacmay. ilaahay xubnihii uu siiyey oo wanaagsanaana nicamkaa ilaahay uusan kaga faa'idaysan iyo barwaaqada hortaalla. qolyaha saddexaadii waxa weeye waa qolyo xubnihii leh, laakiin xubnihii shaqo la'aan bay dhigeenba, khayrkana kagama faa'idaystaan, dhankii sharkahana kagama faa'idaystaan. xubnahan ilaahay siiyeyba tacdiil bay ku sameeyeen iyo bataala shaqo la'aan bay dhigeen. waxay culimmadu leeyihiin kuwii hore ee xubnahooda macaasida u adeegsaday kuwaan dambaa kasii liitay. sababtu waxa weeye cala aqal hadduusan xataa aakhiradiisa u shaqaysanaynin adduunye inuu ka shaqaysto wax la garan karay ah. qofku inuusan adduun iyo aakhara midna u shaqaysan aadamaha agtooda xataa waa madmuum, waa ka ceebaysan yahay. marka gacmahaanuu ilaahay ku siiyey, caqligan ilaahay uu ku siiyey, aragtidan ilaahay uu ku siiyey, maqalkan ilaahay uu ku siiyey, kulligood xubnihii shaqo la'aan inaad ku ridid iyo shaqo ka fariisin oo aad tacdiiliso oo tajmiid ku samayso oo qallajisid waa ayaan darro iyaduna inteeda leh guulla ku gaari maysa. maxaa ka soo baxay meeshii? qofka ugu wanaagsani waa qofka xubnihiisa u adeegsaday inuu ilaahay raali geliyo. nebi maxamed adeeca calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed buu nebigu leeyahay ilaahu xubnaha nuur ii saar, karamo iyo nuur. wa min fawqii korkayga ilaahu waxaad iga yeeshaa nuuran, waa xagga sare kow, wa min taxtii nuuran waa xagga hoose labo, wa can yamiinii waa midigtii, wa can shimaalii bidixdii, wa min amaamii waa hortii, wa min khalfii waa gadaashayda. marka lixdii jiho lixdaba ilaahu nuur ii geli. macnaheedu waa maxay? noloshaydoo dhan ilaahu waxaad ka yeeshaa dhan walboon aadaba qof nuur iyo iftiin ka dhuxul qaadanayo nuur haysta ilaahu nuur la'aan hay dhigin wey, ilaahu nuur la'aan hay dhigin dhan walba. qiyaamada marka la tago marka qof walbeetaba dee waxa weeye camalkiisu qadarku le'ekaan buu iftiinsanaya. waxaad umalanaysaa nebi maxamed camalkiisu intuu tiri la egyahay calayhi salaatu wasalaam, oo intaasoo caalamka maantay todaafaha caalamka joogto oo muslim ah oo ilaahay rumaysan ruux walba nebigu ajar ka helaya calayhi salaatu wasalaam, iyo kuwii horeo dhintay iyo kuwa imaan doonaba. ilaahu naftayda nuur ii geli. naf wanaagsan ee mutma'inna ah, taacada ilaahay ku xasiloon,
قدرك إلهي كوقن عصان كده جن ذكرك إلهي إله نفطي إذا كدي إله النور كيوينه أعظم لي نورا عظمت نوحوي إله أدي قصي بدوي إله النور إيه سماه واجعل لي نورا إله النور إيل قرآن كبا نورا هداية بان نورا توسلان تبان نورا واجعلني نورا أنا إله النور قدي ودينبو نور بها عليه الصلاة والسلام بني آدم هان نغضو منيها كسما يسنادو هوي أبا هيسكار لين لكن هداية يواناق ودتك ويريا نور أهيد إله نور استيه إله نور واسي النبي قرآن كبا نور أهابا سيدهي يواني ردي إذا إله واحد كي يشا نور هلب كي إله واحد كي يشا نور وهلب إيا سيده قفك أوقك هالمين أي وناج يطاع ذا إنه صميف إلى أي أن قط وحوسا كم مارمين أو مروا بيتبع طاعد يكون من مي هذا والرب إنه صميف سيدا أوجد بتجرنا إسحاق صحابي عبد الله بن عمرو بن عاص إنه يرمال والبقران كان رميا ربا ورمس مين كرتيد ما يوان أوده مالو البواسوم يا وحسن صمين يا إلهي بنور جري قلبي جيسه إلهو دي جي نور جلي وحلقة بنا سويد سويد جوا جدودين يهادو سيدا قفك واسيال كنور قام حي هذا النور كهديل إلى هو النور معنوية ونور كاس إيمانيات كه إلهي تركي صرنا وكوت الله عليه إلهه تماه يجا نور جلي تماه يجا إلهه نور جلي تماه محي نور يا نور الآن محي كرته تطبع الغياب تماه ده سخر دني واستعماله إنت النور الآن كل عو نور كإيمان كه لقى قاضي بالغياب تماه أصل الله هني نفتح ضف بتك قاركو قاركو بروح الغياب تماه سخر دني إنه أحيرانه شيء غير يفضيره يوحن معنا الله هنا النقطة نور كبا كم قن way hadduu timihiisa nuur ugu jiro ama waa wada xeeri laha ama waa wada deyn laha timad dad leeyihiin qurux kama raasideen laana sidiisu ku qurux badan yahayba ilaahu timahana nuur ii gali wa fi bashari nuura basharku waa oogada oogada weeyaan jirkayga iyo oogadeeda iyo maqaarkaygana ilaahu nuur ii gali si kasto u eegtahay waa nuur santahay qanaacso sida ilaahay ku galay ku qanaaco alxamdulillaah ilaahay waxba diyaana iyo kimikaal intaad isticmaashaa isadayn adoo dadku khayaanayo isla armay lagu jiclaada sidaano qof qurux badan lagu moodaayo wax lagu jiclaanayo iyo waxa qiimo ku yeelanaysa midna lama arko sababtu waxa weeye qofkii dadka ku raali galiye ilaahi caragelintiisa ilaahina waa u carooda dadkan qalbigooda caru u galiye dumarkii waa hore diyaanada marsan jiray oo jirkooda cadeyn jiray oo waxa weeyaan sidaa sameyn jiray hadda dadku meel ka seeta waxay u arkaan wax madmuum ah ceebaysan inay yihiin ayiga ba qaylina ya caafimaad darra ku dhacday maqbaysan karaan waxa weyn dhibaato ka soo gaareysa jirkooda dhaaw waxa duu soo gaaray inuu biskooda waa adkaanaysa laana kimikaal iyo sunbay meesha galiyay khalas oogadoodi ba nuurku ka maqan yahay marka ayaguna nuur bay raadinayaan meeshii ka raadiyeen meel aan ahayn buu nuurki ka jira taacada ilaahay inay isku qurxiyaan xijaabtaan is asturaan is qaymeeyaan sharaf isu yeelan barre sidaas ay risqi ilaahay ku helaan xalaasha tayib wuxuu ilaahay weydiistay nabi maxamed ilaahu qabriga nuur ii galiif ilaahu qabrigayga ii nuuri qabriga al-imaamu shaafici baa waxaa la weydiiyey dadka ayaa ugu caqli badan waxyaaluhu ku jawaabay waxaa ka mid ahaa man anaara qabrahu qabla an yaskunahu qabrigiisa qofka iftiimiya ee nuuriya inta uusan degin ka hor haa rabbigiisna raalli geliya inta uusan la kulmin ka hor adduunyadana isaga taga intaysan iyadoo nicin uu ka tegin ka hor dad ninkaasaa ugu caqli badan biyo qofkaas marka qabriga waxa maanta aad samaynay sidoo casarka aad tukatay iyo duharka aad tukatay iyo qur-aanka akhrisanaysid iyo adkaartaad akhrisanaysid iyo waxaasaa qabriga kuu nuurinaya sidaa ugeed qabriga qofka marka la geeya waxa uu imaanaya hadduu camalkiisu camal fiican ahaa qof aad u qurux badan markaasuu wuxuu leeyahay intuu waraysto war maxaad ahay wejigaagu wuxuu u egyahay weji khayr la socda camalkiiba ilaahay wuxuu ka soo dhigay ruux aadanaha oo soconahayo isku rakibanba markaasuu wuxuu leeyahay camalkaagii saalixaayo adduunyada ku soo samaysayba hadhayalsan salaada aad tukanaysid laba rakcoodoo sunna inaad tukatid waxa weyaan qur-aan wardiya inaad akhrisatid inaad wax sadaqaysato wax la baxdid inaad khayr ka qayb qaadatid sharka sidii looga hortegi lahaa inaad qayb ka noqotid isku day ha yaraysan maalin waxaa laga yaabaa wax yar oo aadan islahayn waxbayba kuu tarayaanba xasanaadkoodu cajiib inuu kuu noqdo qabriga aad ku aragtid ilaahay qabriga wuxuu ku nuuriyaa qabrigu mugdi buu leeyahay oo kulayl buu leeyahay oo cidluu leeyahay intaba waxaa wax kaaga taraya oo kulaylkiisa qabow u bedeli kara oo ciriirigiisa ku waasicin kara oo mugdigiisa iftiin ka dhigi kara waa camalka saalixad maanta la imaanaysa ilaahu qabriga ii nuuri marka weydiiso ilaahay inuu qabriga kuu nuuriyo waa shay qaali ah wa nuuran fii cidaami lafahayga guud ahaaneed ilaahu lafahayga nuur ii geli
نور حسي وأن كتمت عو كرة حيستو عافماضة يمد معنوي وأن خير كوفايد يستو إله نور كي سيادي إله نور كي سيادي إله نور كي سيادي إله نور نور دل صارا إله يو إسيه أيون نبي إله ويديس عليه الصلاة والسلام مركب دعاء داني ودعاء قيام بدن مهم نايته هي قفكو إنه أخرسته دعاء دخول المسجد مساجد كجليتان كيس دعاء ديدي ودعاء دي دخول كبا ولا مصدر دعاء دخول المسجد مساجد كجليتان كيس دعاء ديسي دعاء دي لو آخر سنة مركب مساجد جليس كو يبدأ وحو كبلا ويا برجله لقت سأل يوم نائم ديك قفكو مركو مساجد كجليه لقت سميدك تاه كبلا ويا لقت ميدك تاه وحيالها ونواناكسن ميدكتا لو استعمالها ميدكتا ايا لو استعمالها وحيالها انفعنين قبل شضوضنا ميدكتا لو استعمالها سيدا اوغاد بادقران اسان حديث كعائش ونبيغ مركي كور رميسي يعجبه التيمنو نبيغ وحا عجب قلنش روآد اتش على ميدكيسي هدين غطفيه تنعوله كبغشيسة وترجوله هدين غطشان ليسيسة هدين غط طهارديسة وفي شأنه كله ارميه صورة نبيغ ميدكيسي اتش على سيدا أود بحديث كعائشة هذا تلماني مركو إمام النووي شرحه رحمة الله عليه بوحو ليها حديث كان حياله إن تصنع يوحى كم ده وحي من باب التكريم إيا شرف إيا ماموس أه مدك تالله استعماله مركز وحو كاني أمثلة إيا تصاله تصالياش إمام النووي شيء وحى كم ده مركز مرحلة نيسين مرع عادي قميص بعد كشان إيسا سرويل بعد كشان إيسا حقيقة كبلا بيسا مدك تكبله لأن اللبس كان أدقشني سوا كرامية ماموس كرامية ماموس مرها ضيتها مدكتي يبيح لي ماموسي ده يشرف ده وحقوها بون ومدكته مركا مرادة أدقشني سي سروال يا قميص يا نوعي دونها نغط الدرع يا حجابي مدكته كبيرو تعانت مدكته لوكت مدكته مدكته وحا كم إذا كبها أما خفينك أما سوكسيا ذا كم إذا حقيا كبلا بيسا مدكته ده يغانا كبلا بيسا سببت وحا ونوع لبس كم إذا يغانا مركا أدقشني سيدي مدكته كبلا بيسا waxa kamida marka cadeysanaysi oo cadeysigu hadaa waa maxay cadeysigu marka cadeysanayso rumaynaysid de rumaygaani wuxuu zuulinaya qadar iyo huuro iyo wasakh ku talo ka zuulin hada taas waa dhibe ma ayda wax fiican ba ah ina tirahdid midig tiiban karaama u isticmaalahaya afkiina huuro aad ka rumaynaysid iyo qashin tan malaha shoobidixday ku fiicnayd sida ogad bi culimadu ku kala duwan yihiin cadeyga kalkisha timaheedo la rifo waxa weeyaan ee shaarif kol iska jaro cidiyo hol iska jaro culumada waxay ku kala arkaan qoliyaha waxay leeyihiin inta aan sheegnay waa min baabi takriimo midigta laga bilaabayaa de waa nadaafad qoliyana waxay leeyihiin maya wuxuu waa izaalatul qadar waa qashin la zuulinayo intubo bidixda ha loo isticmaalo shaarifka marka iska jiraysid dhanka bidixda ka bilow timaha marka rifaysid kalkisha ku yaala gacanta midigta iyo xagga bidixda ka bilow qaabkaas ay marka mar culumadu taa waa ku kala arag duwan yihiin marka tayib ee waxa soo galaya oo kamid ah qofka haduu yiraahdo wax baan cunayaa ama wax baan cabayaa de midigtu ka bilaabaya hadii ay noqoto inuu timaha iska xiirayo dhanka midigta ka bilow dhanka qofka timaha xiiraha raislaha midigta ka bilow ku dhig hadaa shan leysanaysid dhanka midigta shanlada ka bilow hadii ay noqoto inaad salaama naqsanaysid salaada xagee u salaama naqsanaysa midigta waan baabi takrim assalaamu calaykum midigtaad u leedaha hadii ay noqoto weysada markaad bilaabaysaa xagee ka bilaabaysaa xubnihii midigta habaad ka bilaabaysaa hadii ay noqoto qof inaad salaantid ma bidixda ku salaamin hadii aysan kaa go'nayn midigta unbaad ku salaamaysaa laakiin hadday midigta kaa go'an tahay waa masalo kaleeto waa masalo kaleeto markaa tayib musqushii marka ay noqoto inaad ka soo baxdid laftirkeedii midigta u soo hormaray sababtoo meeshaad ka soo baxaysaa waa meel xun meeshaad u socotaana waa meel fiican oo musqul baad ka soo baxdo meel xun ah midigta u soo hormari masaajidka markaad soo galaysid midigta u soo hormarinaysa sababtoo meel fiican baad soo galaysaa masaajidka ilaahay tayib qaarka qaabka xajarul aswadka marka la taabanayo midigtaad ku taabanaysa marka intaaba waxay ku tusinayaan buu leeyahay midigtu faa'iidada ay leedahay iyo tashriifka iyo maamuusidda inay mudan tahay midigta marka masaajidka midigtaad u soo galaysaa lugta midigta ah wayaquulu wuxuu oranayaa markaas acuudu waxaan magan galayaa بالله إلهي بان مجن جليا مساج كي بصوغش الله العظيم وين أيان مجن جليا وبوجهه إلهي وجهي سأيان مجن جليا وجهي الكريم وناكسنا يا شرفت بدنا
وسلطانه إلهي سلطانتي سي سلطان مدي سي وحن مغنقل يا حجدي سه يا ودي سه سلطانك القديم إيه الرئي حد كم مغنقل يسه من الشيطان الشيطان كي الرجيم إن حريست إلهي لقد درجي محا اسكو حراي سو قلد مساجد كإيو شيطان اسكن ناريدو إلهي لقد مغنقل مساجد كسو قل يا شيطان كأبو إنك مساجد كإلهي دين واي قروا يغن الدين ماي مساجد كسو قل بل سلاد مركي إنه كتر ودد كايا سلاد كتر وكقرابنا هيا ربا إنه وسواسيو قار كود انتو اي مادو او مريو هودو قدو هودو قلو مرادا قبت كستومد انتو كو قلو بو دبادا دا وحا لغايا وغفك تيمة كولا تين تينو كاسو جيدا لك تين بو كاسو عرفان يا دبادا كاقتا لك دوبور كانس لغا سحر ودو حراري هيداي مركو تين تي كاسو عرفتو اك كاسو يو بو وحو كولا يهان نيف باكاتمي أساقان اوو كو قوشاين هاي ساقبا كو قوشاين يمر كاسو كولا يهان نيف باكاتمي قيام بكايمي كاسا لغايا وضد بدن سلاد انا كبحان تو وحسرون مود meeshu aad aya waa soo weeyay salaad diba laga baxay jamacadii fadliga dhaaf hadana midka lagu yiraahdo dhag tu kala dhagsiina maanta uu ku ciyaaraya marka dan laga ma galo mar dadka qaar kood wax laga yaabaa inuu ku yiraahdo musquushaad ka soo baxday kaadidiba ka socota dan haa waswaaska hadaa dan intii musquusha marka aad ka soo baxayso istijoonaysidba farjiga iyo hareerihiisa biyo ku firdhi marka uu ku yiraahdo najaas ba ka socota waa biyihi masaajka dhe baabaha allah hadii laakiin macnaha sidaa isku qanci salaadaadana ha ka bixin timo uu ka dhiftay iyo kuwa uu ka rifayna ha u joojinin خلاص وكبس كوني سه مركا مساجد كل إحدى غيّة مساجد كإلهي تطبع أنت الصوّق على مركو ضغط إحفاريو بس يحنا ينهردي عمري يا عمرنا يا السجيب بنان كينو كود عواي وكسر تقطي مساجد كي أعتمد بوح ربعين هذا كفى إذا يسن على إلهي مساجد كي سبها إسكت إحفاريه وقنص إله العباد يسوي إله رالج لي لي مات بق وابا ساحة طيبة بنان كهذا أبو بحر فدي كدير قشنا أفر ساعة وسكو سكو 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 حرير أضوليسة رجع نبدأ كود شرت يا ساد أودع على ميس يا النشاط كي في الفرعوني ده ورمساجد كم حاكم ده حدقي نبقى كود احتاجنا إلهي كم غدر مركي إنه كار شيطان كايل عليه سيدا أوجد بحديث كان أبو داود دوري آخر كحديث كان وحى كقرنيد شيطان كمرك الدعاء على اسم غلو هذا آخر سيد عبد بالله العظيم أبو جهل الكريم سلطان القديم من الشيطان مركي أنت آخر أيوة هذا يا شيطان وحليها حفظ مني سائر اليوم ما لنتي سقف كان أنت كدي ما نقول ولا جاء إلى لي ويجحر سحريه السجبا وح وقرتي انهزام يشب إن الحر سحرتي مال وكاس وجراو كاقط قطيان أوسن أذن أوسن هيسن حكودي ذي أنت يرتها وما قصدر صدر وصدر يحوجير لأن وح كبل أمني أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم كو وبوجه الكريم لبو وسلطان القديم صدح من الشيطان الرجيم وأفر إري أفرت أري مساجك مركا سوق لي سلوك تميدك تين توسوق قشيد آخر سو السجن وروح كله يا وايد مات ما بعد يين كرقف كان مانطيت وحا إلهي لقوم بري يا ونبيه إن بري يا صلى الله عليه وسلم إلهي إن لقوم ما كان قالوا لقوم بريو أسماء دي سيء تلمامه سوى نعكسن أعوذ بالله العظيم إلهي وعظيم وين وحد إلهي كوم ما كان قال يسا بوجه الكريم وجه إلهي سيدو يا من سيدو يا من قان ووجه إلهي وجه بلي قرآن كان واقوش يا غي سنة دي النبي كان واتنا عليه الصلاة والسلام لكن وجه بني آدم كشغلكم عليه ما أنا قال إلهي وجه سيدو يه سمالو أقول أرتم وجه إلهي ما أقول أرتم كورناه إلهي وجه إلهي وجه سأقول أرتم وصح والقول أركره لكن وجه إلهي سيدو يه ما أنا قال كان أم بينه نقانا لكن كان إلهي ما أنا قال إن هذا الرهر هذا نوع مسكح ذكو مشغول إن سيبو وجه هي حقيقة جية لا يوحصنا وشبهات شيطان كوليه هي وجه طب على من وجه هاسكو مشغول المركتاس لكن وجه دين تإلهي أكوش يكتي قرآن كبا إنه وشك ويبقى وجه ربك ذو الجلاء إلهي وجبه لي مرك لكن وجه سمانا قنا إنه كان ما شبه وما أكا مد دي إنه معنى أوسان حميل كرين كو أحوان لقو تشبار منه كل حين منه سيدا سنبقو أشياء غي أيه نكو قاب صنينا وسلطانه القديم إلهي سلطان تي سي وديس ولبه الرئيس الزل ياهيد أياد إلهي كبر يسا القديم إلهي ملغوط المامي كراه ولماذا قاربا وحلين ها قارنا وحليه المايا ومحاد دي هل كان القديم واتن ماشي كو قرآن تهي وحليهين صفدي إلهي السلطان كأهيد بي وحي أطهي موصوف أطهي وصفه صفوي وسلطانه سلطان كإلهي القديم إهري مركا إلهي ومقدم إلهي ومقدم سبحانه أنت المقدم وأنت المؤخر لكن قديم إلا يرهده علماء قيب كمد وحي لان مصقنا وحي نصه صريح وكعدنا مجر الناس كانوا بأوسوا لو يكوكر الله مذا مركا قفك هذا كتل ما منه
لأوران لما أوران كره حرام بكون عاي ووقف ككسور كذا الناس صريحة ما هي سووران كره بسلاه وكو خلدين بقولك يا بقول الرجيم وام حي نحريس إله بالجدرشي بالجفو جي أنت مركات رهديد أنت وحديث مصنف ما دابوس أحاديثه تخريجين هل كان كتاب كان اختصار وطلق علي فوضي إسكو هايسا سيدا أول جد واحد أركيسا واحد سورة المودة سيد هل حديث لكن لقيا بسد حديث وإسكو كان إني طاح بعد أركيسا أنت هرا مركا أبو داود باوريي وحال أرون إسا بسم الله إلهي مقع إسا المساجد كان كوغ عليه والصلاة أمان إيه والسلام النبات قلينا على رسول الله إلهي الرسول كي سدوشي سهاء هاتو اللهم الله يو أنا أقول إيه قريا أغفر وهمزة أفعل أفعل مركا خطأ وينسان إسلاه يهاي أغفر باسوحة همزة داس قطع إغاه كر كر ديغاني همزة القطع معها ما نكر ديغنا وهمزة الوصل اللهم اغفر وي اغفر بحنا الله معنا يا مركا كلا آخرنا يو اللهم الله يو اغفر إي داف لي أنا ذنوبي ذنوب تيد وافتح إلهي وإيفر لي أنا أبواب رحمتك نحريست هذا إرداد دي الباب ديد قيب تاكو صابسا بسم الله بو أرانيا والصلاة إيا إنتي هرى واكلا تخريج سوق الله اسكم عليه ابن سنين اللي يرهدا وريا الشيخ ناصر ثمر المصدابك أيو كسوك قيب تاكو صابسا والسلام على رسول الله هنا وقيب كلو أيضا نقوني أبو داود باوريا قيب تاكو صابسا دعاء اللهم اغفر لي ذنوبي أيضنا تخريج كلا إليه ذهب ابن ماجه باوريا ما بيدي كتر تمياه وريا إلهي هل ترى أن هذا إذا هاي سوى وشر تبان ملاينا؟ يا أو سكو قرا يميا حقيقة كل هرة. أنت أس اللهم اغفر الذنوب بعد كم غن أنت كلو أيدين قرنت. أوكي ونسخة إذا رجع هاي سوى سلا سعنا عليك طيب. إلهي بمرك وحو ودي سنة يا رحمة إلهي نوصيه مسلم باوري قيبته مسلم أيا وريي إلهي رحمة دي سنة لو ودي سنة مرك مساجك مرك لقليه طيب مرك أفرسو إلهي مساجك سيدا صغرش دنوب تالغ رافا أحب البغاع إلى الله وي إلهي ما يشبه لك أوتش عليهي ما يشاء صغرش إلهي فضلي سو كو ودي سو إله فضلي غاقة أيا كو ودي سنة واحد ودي سنة رحمة دي سنة رحمة دي سنة إلهي ودي سو دعاء الخروج بحيتان كدعاء ديسي يبري ديسي من المسجد مساجد كمرك لقب حي دعاء الخروج بحيتان كدعاء ديسي من المسجد مساجد كمرك لقب حي إلى آخر سنة واحد دعاءه إذن قرنا كبر ذمية ترى مرك طيب كو وحليه هي يبدو وحكم بلابيا برجله لقتي سأل يسرع بدح ومحي مش الدعاء لقها لي صماه دعاء دي بوحي ركوب ضرع مساجد كي مركو رهداد مدك تكون صوغ شيء مركز مساجد ككبر حيسيد لوك تبيد حدا هذا أوب بحنا يسا بيد حدا يتكلم بحيس سؤال بعد سويدين كرت مساجد كو حاجة كبر وضع حاجة ما مركز كان كبر حيسيد به سواء بنان كمساجد كسيجس كي يسبن كي ميلها مركز أوب حيسيد بنان كمركز أوب حيسيد وهي لأن هل كمساجد كبرها هل كقف كنت كذا صلاة مساجد كنت كذا زما تعقد هذا مساجد هل كقف كنت كذا أي مساجد كنت كذا سيدا أول هل كان بيدح دي مديك تكارك تأهر مرسان كرتها لكن مسياج كبنان كيس مركز أوبا حيسيد مديك تهور ماري وحا كوة دا بيدح دهور ماري مديك تاكوة دا ميس سوابت وحاوي مياشات كبا حيسا وميل براكا يسان مديك تنو حاوي مدان تاي كرامو ألي لي كرامة دا إني كسي دان بيسو وحا كوب مناسبة مديك تي مديك تاكوة دا مينيس مركي ورتنا إيدا كسو هر مرتي مركي دان بيتنا إيدا كود دان بيسي مديك تا مركز ساسا الله استعمالي يريدون أو مساجد كثير سنة هاي لحد المساجد كثير سنة هاي مساجد كم ركعت كبحيس مساجد كه وقصوا بحق قرما الله ركبر بنان قصوا ما مساجد كم ركعت كذي بحيس آخر سنة كرت مركز سوق اللي سينا وآخر سنة إيسا مركز سوق هل كانوا مساجد كم مت جذي مساجد كم كتير راحة جذها مساجد كي ينكتير راحة طيب ويقول وح أرنا يا بسم الله إلهي مجيء إنسانك بلا بنية مركز سوق اللي ينام حويري بسم الله بقصوا قلا مدك تنا واقص وقلا هذا نبي يحذو أبحي بسم الله نواير والصلاة النبي نحريس يا والسلام النبي تجليو على رسول الله رسولك على دشي سهاء هذا اللهم اغفر له إلى الذنوب الذنوب تهدا تنا بدين كم غط وحيد من الله وحيد كم غيه المياه إلى الذنوب جنا الله
اللهم الله يو إني أنوغو أسألك وحن كويدي سنية من فضلك إحسان كاغا إيا سمفل كاغا أيان إله وحكا ويدي سنية. اللهم عصمني إله يو إغا إلالي من الشيطان الشيطان كي الرجيم إيه نحريس لغديري إله وكاس إغا إلالي سيداسو أرمي. طيب الحديث كان وحديث صحيح فالواحد أفر ستفرق أوله حي مساج كي مركل السوق اللي إلهي وحلا ويدي سيدا من داف كو شيطان إلهي ولا جم جن قال الله الباب هذا نحريست إن الوقوف فرنا إلهي بدو ويدي سيد مرشاج مساج كي مركل كبر حسي بسين كات قصوا كاب كاب بحضي نبي قال وقصة اللي صلى الله عليه وسلم وواسلام طي تم دافنا إلهي واد ويدي سيد إلهي واحد ويدي سيد فضل جيسه شيطان كأنه كايل علينا واد ويدي سيد حي العلماء ذو إسويديان سيادة مركز قال سين لي رهذا اللهم افتح لي أبواب رحمتك مركز كبر حسين أتي رهذا اللهم إله وحنا كودي سنة يا من فضلك محا محي سيرت كوغرسون محيطة طيب وحول لي هاي سيرت كوغرسون وحال غي أبا إنه يسور تودو مساجد كمركز سوق قال يسيد ومساجد كإلهي أسوق قال يسيد رحمة باكو سود بولي سو خير باميشي كإيماني ما دابو مركز إيمان يسيد الخير يطاعو يقران أخرس يصلاة يوردين يهوله بلا بيسيد إلهي أرمها إنه كو مشغول يو كو كالم يو كو فائدي يو بعد إلهي ودي سنة سار رحمت مركز بحي سيدنا وحا لغايا بدد كعصر كي تكون يو دهر كي تكون يو صبح كي تتو كدا ياعها يه نور المال ميت كو دي رزق ودي بي دلبا يانا واشغط تغيان مركز إلهي فضل يغاقان كو ودي ستو مغالا سان آدى يا رزاق يا فتاح وان لا يهي إله فضلك علي إحسانك هذا أبل يقول إله وحده ناقصاً إسيب على ذمك ولا فهم غضبك فضل الدنيا إله ودي سنيسة وح الشيطان إله بتكمل الجيل مركز مساجك سوق شينا رحمة إله أنا ماشى كوفا إذا ستودا مساجك إله كوع سنين آيات كوفا إذا سنيسة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله المساجك مركز كتجي سنة وتكون إنسان لو ككوبا هو كفر له هذا إله فضلك سنة ضلبة وفضله تجارة يجنع سين والما مدرة تدوي إله الشيطان إله إله بالله إلهو شيطان إجابت بادي وجاء إلى علي. مركا دعاء سد آخر السنة إسا. وحد رميسة. نلاش هذا مال شق الآن وما لا يعني هلي ميس. هدات سيحني سهر دادي. يهدات سوتو سيستادي. يهدات وحويان إن ساتد آدي سيستادي. يهدات كسر بحضي. يهدات قشي. عمل الآن بكو ما طالبه. الدون كان وح عمل الآن لي هذا كبشرته. إنا بنغطي الروح شقين إياه وطاع على إله كم مشغول صن. يا إنا طاي شقلاوي ضاع على إله كف قاضي ونفتي سهلا كذا كشقين ما هني. وح عمل الآن لي هذا ما شفته عاملة الناصبة وهي نف والبؤ دون كان شوطه وشقينيسا وشقينيسا. طيب أذكار الأذان أدنك أذكارتي سي يدعى دي سي مرة دي مساجد كي قليتان كي سي يسو بحتان كي سي يسو آدتان كي سي بلغة هذا لي شو ملاها السلاة دي وحبا سودو وو أدنك أذكارتي سي بلغة براهية أذكارتي أدنك يلغة براهية أذكار الأذان أدنك أدنك وحا لو يقنا وويسيس ويسيس وي أصل كلمة هذا نادت كواحد لو ويسين يا ألفاظ معينة وقت الصلاة إنه قلي أم سود أو هذا أي لو ويسين يا يقول وحو أرانا يا قفك وقفك أدمي يا ما هنا كان دقيسين يا أدنك مثل ما شيء وحلم إذا يقول أوليه المؤذن مؤذنك مركو مؤذنك أدمي يا وحو أوليه وحلم إذا أرانا يسا مركو وجود ضميسة وأنت المامي دونا إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح ما هني لا بد قضب وح مؤذن كبير كغل يا حنية حي على الصلاة حي كاري وي كاري على الصلاة صلاة أكاري حي كاري على الفلاح لبانت أكاري حي على الفلاح لبانت أكاري لا بد واسكوب مرك كاري صلاة صلاة درا أكاري لبانت درا أكاري تسوى قضب مؤذن كمركو تاير هذا واتكوي عن أم حضرا فيقول قفك دغيسن يوحو ورن لا حول حيلد مليهن ولا قوة أودن مليهن إلا بالله إلهي كالمين تي سمويان إلهي أن أكالمي وحكالو أود مليهن أن نقب ورن حديث كان بخاري مسلم باوري مسلم يبخاري باوري لا حول ولا قوة إلا بالله نبي صلى الله عليه وسلم إن صحابي أسوى الله الله يبكي عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة سيضع به كو هذا كوردي مركز النبي وشجع فإنها كنز وكيد يبقى قاله ووناكسن
oo jannada ila min kunuusi aljannati jannada kaydadkeeda ka mid wax yar bay kula tahay laa xawla walaa quwata illaa billah laa xawla walaa quwata illaa billah waa kayd kayba dadka jannada ka mid oo ilaahay dadka yiraahda uu kaydiyey wey culimmadu waxay isweydiiyaan su-aal ah mu-addinku wuxuu leeyahay hal la yidhaahdaa la yidhi laakiin xaya cala asalaax xaya cala alfalaax laga leexo allahu akbar allahu akbar hadduu yidhahdo waad ka daba oran ashhadu an laa ilaha illa waa ka daba oran ashhadu anna muxamada rasuulullah waa ka daba oran allahu akbarta iyo laa ilaha illa gadaal xigta waa ka daba oran laakiin xaya cala asalaax xaya cala alfalaax waa laga leexdaye maxaa looga leexda laba sababood bay sheegaan waa intaan ka arkay sababka koowaad waxaa weeye wixii intaa ka horreeyey qofka mu-addinka ahoo dhawaaqaya iyo adiga ajiibaya ay waad wada socoteen oo thawaabkii ajarka waad ka wada helayseen allahu akbar buu yidhi anagu waa tiri anagu waad helin isna wuu heli ashhadu an laa ilaha illa wuu tawxiisaday anagu waa tawxiisatay waa isla socoteen laakiin xaya cala asalaam markuu yidhi shaqa asaga u gooniyu ka hadlo oo waa maxay aduu kuu dhawaaqo wuxuu kiro salaada u kaala aduguna ma sagaad u dhawaaqo aduguna kaala marka waad kala duwanaateenoo xaya cala asalaax xaya cala alfalaax war salaadii liibaanta u kaalay mar hadduu ku yidhi ala ilaahay dee waxaad raadsataa waxaad ajar ka helaysay tan asagaa la yimid maxaa marka sameeya laa xawla walaa quwata ila billah waana cidlo fadhin maaye waana kanzun min kunuusi aljannati wey qodobka ma la fahmo taasi waa qodob cillo labaad bay culimmada qaar sheegeen oo waxay leeyihiin qofkaani wuxuu kugu yaray arrin aada u weyn libaantaada aakharo iyo taada adduunyaba u kaalo alfalaax ah salaadii arrinkaasuu ay sabab kugu subab kugu noqon lahaydna waa tana u kaalo xaya cala asalaax laa xawla walaa quwata illaa billah waxaad u leedahay waxaad leedahay ilaahu arrin weyn baa laygu yeeray hanuun baa laygu yeeray liibaan degdeg ah oo adduunyo iyo mid aajil oo aakharaba waa laygu yeero salaadii iyo wixii ka dhalanayay ah ilaahow haddaadan adigu igu kaalmayn addinkaas ajiibidiisa iyo aadidiisa oo tawfiiq xaggaaga ka timid aanan helin ilaah waxba ma samayn karo ilaahu i barigantaalo igu kaalimay wey marka ma lafahmo qodobka labadaas cillaba waa laba shay oo meesha waxa weeyaan ku haboon wey laba shay oo meesha ku jirta wey ayib xaya cala asalaax xaya cala alfalaax marka waa taas oo qaabkaasuu qofku ula imaanaya laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayaad oran haddana musanifku xaaladaas wuu ka gudbay oo xaalad kale u gudbay asalaatu khayru min annoomta salaada subax ku jirta maxaa la oran ayada intuu yiri baad la oranaysa asalaatu khayru min annoom baad adna oran sababtu waxa weye mu-addinku wuxuu sheegay salaada iyo hurdada salaadaa khayr badan adiguna intiibaad sheegin asalaatu khayru min annoom oday xoogaa maskaxda looga jiro oo waxaan garanayaa gaaris wuxuu samayn jiray markuu addimahayo xaafad baan degana xaafaduna la deganaa ka addimi jiray salaada waqtigeeda marka la gaaro masaajidiyo wada addimayso isaguo guriga ka dhex addimi jiray asalaatu khayru min annoom marka markuu maraayo soomaali buu ku bedeli jiray asalaatu khayru min ajiif buu oran jiray leanna asalaatu khayru min annoom salaada hurdada ka khayr badan soo maaha khayru min annoomti buu khayru min ajiif asagoo ku bedela jiifkii hurdada ah saasuu samayn jiray marka asalaatu khayru min annoom mu-addinku hadduu yidhaahdo asalaatu khayru min annoom baa adan leedahay wayaquulu wuxuu oranayaa qofkii mu-addinka ahaa addinka dhagaysanayay wa ana aniguna ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane waxdahu keliya xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla xaalayna usugnaan wa anna muxamada nebi maxamedna waxaan qirayaa cabduhu ilaahay addoonki inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkii radiitu waxaan ka raalli noqday rabbiillaahi alleh rabban rabbi ahaan ayaan uga raalli noqday wa bimuxamadin muxamedna raalli baan ka noqday rasuulan rasuul ahaan ayaan raalli uga noqday wa bilislaami islaamkana waan ka raalli noqday raallina waa ku ahay diinan diin ahaan sidaa ayuu oranaya ducadan goormuu qofku akhrinayaa waxaa sugan qofku markuu yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar inaad soo gaabsan karto oran kartay wa ana bas wa ana waa maxay aniguna allaahu akbar allahu akbar taasaan kula qabaya kula yiri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana ashhadu anna muxamada rasuulullah wa ana inaad sidaa tira way kuu banaanta waxaa kaloo kuu banaan wa ana marku ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu yidhahdo inaad tirahdid wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah xaggee la gelinaya marka culimmada qaar waxay leeyihiin addinka dhexdiisa ashhaduda ku jirtaa la gelin markuu yidhahdo qolyana waxay leeyihin maya addinku markuu u dhammaado unbaa halkaa la gelinaya saddex eray oo cajiib badan ayaa meeshan lagu gabagabeeyey oo ah radiitu billaahi rabbaa
rabbi baan rabbi ahaan uga raalli noqday inuu yahay maalig iska kayle oo aan cid kale ilaahayn baan raalli uga ah inuu yahay boqorkayga dhabta ah ayaan raalli uga ah inuu yahay midka asagu tasarufkayga iyo maamulkayga haya ayaan raalli uga ah inuu yahay midka keligii cibaadada igu leh oo igu muta iga mutaystay inaan caabudo oo raalli geliyo ayaan raalli uga ah rububiyadiisa ayaan raalli ka ah jacaylka ilaahay ayaan raalli ka ahay inaan ilaahay jeclaado oo ku qanacsanahay diintiisa wabimuxammadin rasuulan muxammedna waxaan raalli uga noqday inuu rasuul ilaahay yahay isma been fartiimayo diintiisu waa diin dhab ah waxa uu sheegayaa waa xaq naftayda iyo maalkayga iyo reerahayga iyo dadko dhan baan ka jeclahay rasuul ilaahay inuu yahay raalli uga noqday wabilislaami diina ilaahay diintiisana waxaan raalli uga noqday inay diinta islaamka oo dhabta ah oo keligeed xaqa ay tahay waxaad ogaataa marka diin islaam laga hadlayo waa diimihii ambiyada ilaahay lala soo diri jiray oo dhan baa islaam ah ha u qaadanin nebi maxamed keliya diintiisu in islaam la yidhaahdo diintii nebi ciise iyo nebi muuse iyana aysan wax kala tahay u qaadanin nebi ciise iyo nebi muuse waa isku iyo nebi maxamed waa isku diin diintooduna waa islaam ina diina cinda allaahi alislaam ambiyada ilaahay dadka maxay ugu yeeri jireen islaamnimo islaamnimadu marka wax nebi maxamed iyo ummaddiisa la bilaabatay ma ahane waa shay horreeyey waay shay horreeyey weeye marka diinta islaamka oo aan hadda haysto oo nebi maxamed lagu soo dejiyey raalli baan ka ah diimihii horo ilaahay soo dejiyeyna raalli baan ka ah raalli baan kaad odhanaysa diin ahaan baan ugu qanacsanahay waxaan ku doorsanaya ma leh dastuur iyo wax dad ay degsadeen ku doorsan maayo in la isku xukumo ciriiri ka dareemi maayo in inta laygu xukumo aniga laygu dhaqo ciriiri ka dareemi maayo raalli baan ku ahay waa diinta ilaahay si dhab aan ugu qanacsanaha leeda marka laakiin waxaa la rabaa waa meel imtixaanu ka jiree waxaan marka adinka aad maqashay aad ku qawshay iyo dhaqankaagu inay iswaafaqaan radiitu billaahi rabbaa wabilislaami diin haddaad iska tiraahda laakiin aad tiraa kitaabku ha inoo dambeeyo maxaa dastuurku qoraya oo aad gadaal marsatay kitaabka ilah gadaal ka tuurtid arrinkaasi waa wey dee radiitu billahi been baad ka sheegaysa wabilislaamina been baad ka sheegaysa ilaahayna bilow iyo rulow waa kala yaqaana wuu kala garanaya culimmadu waxay tilmaamaan ibnu qayim oo kale raxmat ullaahi calayh addinka marka laga hadlayo shan sunno oo aadaabu wanaagsan buu leeyahay kow waxaa ka mid ah midkaynu hadda soo marnay oo adkaarta addinku uu ka bilowdo yaquulu mila maa yaquulu lmu'adinu qofka mu'adinkaa markuu addimayo sunnada kaaga aadan adiga waa maxay ajiib qodobkaa ma la fahma waxa uu leeyahay ka daba dheh allahu akbar allahu ka daba dheh marka ugu dambaysa laa ilaaha ila allahu markuu yimaado maxaad leedahay adiguna ya mu'adinki waa addimay saajka mu'adimiintiisa mid ka mid a inuu addimay wuu gebagebay marka laa ilaaha ila allah maxaad odhan adee mu'adinku laa ilaha ila maxamedu rasuullahi muuse odhan meeshiina waxaan ugu qoran yaquulu mila maa yaquulu lmu'adinu mu'adinkiina wuxuu ku joojiyey laa ilaaha ila allah bas maa xal ah ya adna laa ilaha ila allah baad odhanaysaa bas wixii intaa ka dambeeya duco kalaa soo socotood akhrisanaysaa laakiin ajiibitaan markay noqoto laa ilaaha ila allahu uu yidhi laa ilaaha ila allahu muxamedu rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam haddaad ku dartid intaan aad tiri waa sax laakiin booskan booskeedi maaha laa ilaha ila allahu dhih markaad laa ilaha ilallahu tiraadid ka bacdi yaad nebiga ku salinaysaa duco soo socotood akhrisanaysaa waa inoo imaan doontaa leanna waxaan ka duulaynaa mu'adinku wuxuu leeyahay dhaha wixii nas ku soo arooray marka waa ku taqayudaynaa ama ana ha noqoto ama waxa weeyaan radiitu billaahi ha noqoto qodobka koowaad marka wuxuu noqday mu'adinka addinkiisa in la ajiibo qodobka labaadi waxa weeye waa inoo imaan doontaa waa in nebiga lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allahu markaad tiraahdid mu'adinka ajiibkiisa waa dhamaysayso maaha nebigaad ku saliyo calayhi salaatu wasalaam salliga ugu fiicanna waa kan ibraahimiyada waa dhamaystiran haddaad doonti haddaad allahuma salli calaa maxamed keliya tiraahdidna waa salli marka nebigaad ku salliyaysa waa aadaabta iyo anshaxa lagaaga baahan yahay addinka mu'adinkii aad maqashay inaad kula dhaqanti qodobka saddexaadi waxaa weeye oo inoo imaan doona nebi maxamed inaad ilaahay u weydiisid nebigaad u ducaynaysa nebi maxamed ayaad u ducaynaysa waxaad ilaahay u weydiinaysaa wax loo yaqaano wasiila wasiiladu waa maxay nebigeennaa tilmaamay oo waa mansilo jannada ku taalla weliba jannada ugu sarraysa inta ilaahay uu abuurtay qof u suubada inuu galana hal qof baa ka jira
waxaanan ilaahay ka rajaynayaa miyuu qofkaas inaan ahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Waxaan idinka codsanayaa inaad ilaahay ii soo weydiisaan ilaahay manziladaa inuu igeeyo. waxaanan idiin ballan qaadayaa qofkii ii soo weydiiyey ilaahay shafaacadayda aniga nabi maxamed baa u waajibtay maalinka qiyaama uu helaya. soo ma rabtay shafaacada nabiga inaad hesho oo nabigu kuu shafaaco qaado? tee adigana marka mu'adinku adinka dhammaynahayo nabiga ku saliideed wasiilo nabiga u weydiiyey. wasiilada waa arki doonaa dee ducadaga ka mid tahay casharka inay ku jirtaa. taasi waa qodob. qodobka afraad waxa weeye kan hadda aynu soo marray oo radiitu billaahi rabbaa inaad akhridid, inaad radiitu billaahi rabbaa akhridid wabimuxamedin rasuula wabilislaami diina. qodobka shanaad waxa weeye inaad ducaysatid ood ilaahay baridid, baahanaa tahay faqri baa ku haya, weliba lafaha iyo xididada iyo seedaha kaa galay, wax kaa saari karana ilaahay baa la arka. bas ilaahay weydiisa marka wax muraada waxay ka mid tahay adinku markuu dhammaado intaan aqimka la gaarin labadaas meelood inta u dhexaysa meelaha ducada lagu aqbalo. sida awgeed baa nabigeen u lahaa sala allahu calayhi wasalama adducaau laa yuraddu bayna aladaani waaliqaama. adinka iyo aqimka dhexdooda waxa ilaahay laga baryo lagugu soo celin maayo, laakiin asbaabtii lagugu ajiibi lahaa lagugu aqbali lahaana waa inaad la timaado aad mutaysatid. alfaadda iyo ereyadaad ilaahay ku baryaysaana wax munaasiba waa inay yihiin. haddaad tidhaahdid maalin dhaweyd baan maqlay adin iyo aqim dhexdooda in laysku aqbalo oo wax la iska yeelo, laakiin wax khaldan ilaahay aad weydiisanayso, aad leedahay ilaahay hebel baan rabaa inaan xado, adinkii aqibka dhexdooda ku aadisi ma isleedahay uu ka aqbalaya? in allaha dayibu laa yaqbalu ilaa dayiba, ilaahay waa wanaagsan yahay, wax wanaagsan waxaan ahayna ma aqbalo. ku qaraabadaadaha ku dhibay ilaahu inaan gooyaan rabaa igu kaalmee, bayna aladaani waliqaamati baad ku aadisi, waqti uun kaa dayacmay weeyaane haddii uusan macaasi uu sameeyey iyo xumo xaggiisa ka soo fusho ood maare uga weyday aadan ku can waxa weye cuqubo kaga dhigaynin, waxuun ilaahay ma aqbalay. wax wanaagsan ilaahay weydiiso, wax wanaagsan ilaahay weydiiso. aadaabtaasi marka waa aadaab muhiima. yaquulu wuxuu odhanayaa daalika arrinkaas caqiba tashahudi lmu'adini, qofka mu'adinka shahaadateynka markuu ku dhawaaqo shahaadateynka ou towxiidsado gadaashiisa ayuu odhanaya. ibnu khuseyma wariyay waa maxay macnaha ducadan goormaad akhrinaysaa? radiitu billaahi ducadan ay ku jirto goormaad akhrin? markuu mu'adinku shahaadateynka ku dhawaaqo, shahaadateynka waa marka waxaa ka dhashay matii dhexda ku jirto ashhadu an laa ilaaha ila allahu ahayd ba, mise waa tii ugu dambeysoo lagu gabagabeeyey oo laa ilaaha ila allahu ahayd? labadaa meeloodba qofkuu tuu geliyo in shaa allahu tacaala waa wax muxtamil oo suurtagalehe eed male. qodobka kale uu samaynaya waxa weeye yusallii wuu ku salinayaa cala nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam bacda faraaqihi, ka faaruqidiisa ka gadaal min ijaabati lmu'adini, qofka mu'adinka ajiibidiisa uu ka faaruqay. qofka mu'adinka waad u jawaabaysa allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha, isla socoteen adinkii markuu dhammeeyey ka gadaal oo laa ilaaha ila allahu yiro ama aad tidhi, wixii intaa ka dambeeya nebigaad ku salinaysaa calayhi salaatu wasalaam, nebiga ayaad ku salin, waa qayb cibaadada ka mid ah. walidaaliku nebigu wuxuu leeyahay xadiidka cabdullahi ibni camar, idaa samictum lmu'adina, mu'adinka markaad maqashaan isagoo addimaya, faquuluu mila maa yaquulu, waxa uu leeyahay oo kaleeta dhaha, uma salluu calaya, deedna igu soo saliya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. maxaa laga faa'iidayaa? fainahu man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashara, qofkii hal mara igu salliya 10 jeer buu ilaahay ku salinaya. walu fiirso adigaa miskiinka ah oo qof addimay oo laa ilaaha ila allahu yidhi kabacdi markuu ereyaasha qiimaha badan ku dhawaaqay nebi maxamed ku saliyey, baad waxaad ku mutaysanaysaa khaaliqulbashar allihi ahayo koonkan oo dhan abuuray inuu adigu hebel iyo heblaayaa ilaahay kugu saliyo. ilaahay inuu kugu saliyaana hawl waxa weeyaan waxa weeye aad u qiimo badan waaye oo ilaahay agtiisa aad qiimo ka yeelato, ilaahay uu kugu saliyo oo kuu naxariisto oo ku ammaano oo ku sharfo. marka si aad ilaahay ammaantiisa iyo sharaftiisa u heshid, ku sali nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam. haddii laakiin aad tidhaahdo ku salin maayo, horta marka koowaad bakhayl baa tahay. sababtu waxa weeye waxaan waxba kaala tagayn baad ku bakhayso. allahuma salli calaa muxamed, xoolona kaa nusqaamin mayso, xoogna kaa dhaawici mayso. allahuma salli calaa muxamed, haddaad ku bakhayshana xoolo lagaa heli maayo. bakhayl dadka ninka uu liitaa taa weli uu bakhaylsan. marka waxaa la rabaa inaad ku salidi nabigu calayhi salaatu wasalaam. muraadiyo badan oo aad leedahayna ilaahay waa kugu fulinaya. qodobkaasi marka waa qodob in la ajiibo mu'adinkii, in nabiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam. afraad waxaad odhan allahuma, yaquulu wuxuu odhanayaa allahuma allahayow,
رب هذه تن أيضا ربك إسكالها يو الدعوة يريد التامة لما يسكترن أوام حي تي توحيد سلاة الوود واقع يوحى كبوحى توحيد الله أكبر الله أكبر وينين إله سوما أشهد أن لا إله إلا الله وتوحيد أشهد أن محمد رسول الله وتوحيد وتوحيد نبي اللود لو كل يلي اتباعا صلى الله عليه وسلم يا نبي النبضة قبل قبضينا وحي كو قبل قبضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يكو قبل قبضي مركة التامة ودعوة ما يسترن دي توحيد كو ما يسترن يها لكن شرك هو النسقان إله بعد ملكة قد عضي إيه والصلاة صلاة القائمة اتشوكت ده هيدو دائم كاح ها تصلاة مر البويشر تواصلنا عن غنيسة أما والصلاة صلاة دي أيها وحويان الله إسكالها صلاة القائمة إهد التقنيد ووقت قد وقلي تي إله يوسيه تي هدي لي إله ده واسيسمو إعطاوي يسيسمو أعطي سيوي لكن أتا هدي لي إله أتا أمر الله أتا زيد يهدي لي إله ويمدوي وكال الله تي إله يوسيه محمد النبي محمد الوسيلة وحا وسيلة لو يقان إله سيه وسيلة مركة النبي جناف صلى عليه سلطة وسلام وشيء أو ومنزلة في الجنة سواء دايت من نسوا شيء وعمل يبص جنة كوتها لا أقعد أسر رئيسة هل قف بالسين يا إلهنا وحن كرتشين يا بيقف كاس إن أنا جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هو النبي محمد سي وسيلة يا دود عينيس تي إله واحد سيسا محمد النبي محمد الوسيلة إله بوس كوسيلة سي يا كعد صدي ولي بين الدعاء النبي أسر آخر سو النبي كم عطس وقو قف ولالك هاي إيسو دعينا ترى عيما نقصانا ما ليدنانا ما وعلاك لو عدسون كرا إلا إيسو دعيو قف كياد سلاه ده إلهي بكا قردو بيها يو دعودي سالا أقبلها يا إنا ترى ولالو إيسو دعيه واد أرقرت حتى أدو إسكوها يستيقنا أدوكو كفي عانتو وكفو اللي بضانتو كعبادة بضانتها بي بنانتا إلا ترى دي إيسو دعيه نبي محمد باكا عدساني عليه الصلاة والسلام إيسو دعيو إلهي وسيلة إيسو ويدية هاي جاي نبو تشوغنا مارك ويسويديسان كرام مركا إنان إسوسو دعينو إله النبي محمد مركا وحا سيسا وصيلو وصيلو دونو وابوس يمقام والفضيلة إله ديراد نسيه فضيلة دان ديراد كان وامحي ومرتبو زائد كأه وح الله لوح مخلوق لسيو دم وإله النبي محمد أكو كرامين عليه الصلاة والسلام إله تاسنا النبي محمد سيه وبعث إله صوصار هو النبي محمد إله واحد كصوصار تا مقاما ميل محمودا إلى مهدي أوام حي وأشفاعة العظمى مالك قيام مرك اللي سوي ماده وخلق قرآن أي مشى تاجيهين واحد شفاعة دي سووه الرئيس الله أقبل يا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام مقام محمود إلهين وكصوصاره الذي باص كاسو مقام كاسو وعدته وضب الله قاضي تعالي دميت بيد ود عيسى بالآخر نيس نبي محمد يقول عيسى مركة إلهي أمانتي رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة التامة والصلاة القائمة انت وحي كدبي نبي قد يقول عيسى عليه الصلاة والسلام إنك أدوك الله لا تخلف كما بحديد الميعاد بلنك كما بحديد إلهي حديث كبخاري أيا وريي لكن أريق أودا بيو إنك لا تخلف الميعاد بخاري مورين بيهاق باوريي علماء غيب كم بدنا وي تحسينيان غيبنا ضعف بيكو شيغان لكن إلهي سيديس وحويها لا يخلف الميعاد إله بلن كما بحق الله وحكو بلن قادنا وكسين انت مركات غبطي محاكو كو آدن وكلا يدعو ودعين يا لنفسه نفتيس وغفك هذا اسو دعينيس بين الأذان أدنك يا والإقامة أقمتانك لحظة وقت قاس وفرصة غالية إلهي بري قعمها كورو تاغو إلهي دنت هذا أشيغو إنه يدد كلات شوغاني وحبها كقاتشلي باهناتا وضب أنتي واحد أنت صوبه يبقى وحيرا ولما مدى الدنيا مدى آخر لو مدى دنا حتى لا عرور إسي لا غير ونكسن إسي لا قال خير قبل إله إسي عافمات خير قبل إله إسي إن قاريال إله إسي جيل إله إسي لو مدى دنا ها إله واحد خير كأي ضاع هذا أكل ما يستوى وناجى إله أكل ما والدنيا إن دوي ديستي ما الودي دنا سيدا أوجد ودد ونكسن بإله واحد القرآن كوا معنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن إليه إله ودونك وناجى نسي آخرنا وناج مسيح لبده بإلهي باب بحية مرك فرصة ده سيدا كفاية ديس دعاء سيد الله بري يسيد أما هو يسقب أما مسياج كتشر أما هو يسقبين أما هو حويا سلاد كتشر أما ها كتشر سلاد بحية الله كبري كرتا وتحيات كد الله كبري كرتا وسجود ده الله كبري كرتا وهو حويا مرك سلاد كبر حديث سنة سنة كبر حديث الله بري كرتا والله بنان كمر يؤدين كأجيبه يوم ما يلك رأسي صعبة أياد وحويان
salaadii waxa weey bari kartaa ilaahay u bariyay sax oo ducadii la iman kartaa marka qofka masaajidka ku jira kaliya ma qusayso inaad masaajidka ku tukanaysina laazim ma dad baa laga yaaba masaajidka baa inay soo qorsheysteen inuu ku tukadaan musaafir oo meesha gaariga ku maraya waa musaafir ba waxa laga yaaba salaadii duhur iyo casarkiina waqti horuba soo jamciyeyba adinkii uu maqlay wuu ajiibay ducayso ima qusaysa meesha nairobina ma degana horan oo qasir baa ii xiran qasir uba ducadu kaaga xiran yihi qasir baa ii xiran waxa la yidhahda ma jirto marka meeshaas iyada ahaad naftaada ilaahay uu ducaynaysaa ku baryaysaa fa ina aducaaa baryada xiinaidin markaas iyada ah wax ilaahay la weydiisto laa yuraddu lama celiyo ma lagugu celinayo tirmidi baa xadiidkaa wariyey sida awgeed bay culimmadu waxay tilmaamaan awqaad ay munaasab tahay in laga faa'iidaysto la ducaysto nusuusna ay ku soo aroortay inaan ducada la soo celin kanaan dultaagannahaa ka mid ah waqtigaas iyada ah ilaahay wixii aad weydiisatay waxaa laga yaabaa inaad isweydiisoo tidhaahdeed sheekhow intaasoo jeera anigu ilaahay hawshaas ka baryay mana helin weliba 10 adin baan ku aadisay iyo aqimkoodii oo welina ima suurtagelin hadde waxaa laguu sheegaa in lagu aqbalahaye isla markiiba farta lagaa saaraya miyaa lagu yidhi waagii nebigu sulxulxudeybiye uu aadayay xaramka baa nebigu markay gaaladii diideen inuu xaramka galo buu wuxuu yidhi waynu noqonaynaa cumar baa diiday markuu wuxuu yidhi nebi allow su-aal baan ku weydiinaya hadda ka hor soo noomaadad sheegin xaramka inaan geli doono muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriina laa takhaafuun annagoo qaarkayna timihii xiirteen oo cumraystay qaarkayna timihii gaabsadeen cidna aan ka baqaynin markaasaa nebigu yidhi haa maxaan u noqonaynaa marka waa kan xaramku waa noo muuqdaay cabsidusa maxay taa lala noqonayo markaasaa nebigu u jawaabay wuxuu yidhi anigu taas waan kuu sheegaya maanaa ku yidhi sanadkan inuu gelayna miyaad iga maqashay si kaama maqal siira haddaba saan kugu sheegay hawshu wey waad geli doontaa xaramka adoo timaha gaabsaday adoo timaha xiirtay adoo aamin ah laakiin sanadkan ma gelaysid bi marka way dhici kartaa ducadii in qabuulkii laguu soo wadayoo adigu aad degdegtay dacawtu 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 falam yustajab tan iyo 91kii baan ilaahay baryaya waxba ma hayo waa quustay inaad tidhahdid marka waa shaydaanku intaasu kula rabaaba inaad quusatid oo adiya ilaahay idin kala furuu rabo bas waa kuu dhammaatu kuleeya marka ilaahay kuma jecla waxba kaa aqbali maayo hebel intaasuu siiyey hebel kale intaasuu siiyey wax lagugu falaya lama arko markaasaad leh wallahi waa garta intaasuu shaydaan kula rabaa ha ka yeelin marka ku celceli ku celceli badi ilhaax ku samee mar kastoo aad badisid ilaahay waa kugu jeclaanaya waxaase dhici karta baryadaadu inay la-dahay baalashay ku duuli lahayd oo wax ka hadlaysan yihi dad waxaa jiraan ilahay wax ka aqbalin adugu maanta dhan ilahay barya ilahay wax ka aqbalin dadka xaaraanta cuna dadka waxa xun ilaahay weydiisanaya waxa weeye dadka noocaas oo kale dadka degdega qaboole intaasoo jeer baan ilahay baryo waxa lagama aqbalin ilahay waxba kama aqbalo kuwaas marka waxaa la rabaa inaad ducaysatid sugtidna ilaahay subxaanahu watacaala rajo fiican aad ka qabtay waxaa laga yaabaa in laga aqbalay laakiin waqtigan aysan ahayn oy kuu soo socoto waxaa laga yaabaa in balaayo kugu soo socotay lagaaga difaacay oo adan warba ka haynba oy meel fiican kuu gashay waxaa dhici karta qiyaamada inaad u baxsatid oo xagga iyo aakharood uga baahi badan tahay laguu dhigay subag xeero ku daatay sina kuma xumee ha quusan marka waxaa ka mid ah adinka iyo aqimka dhexdoodaa ka mid ah waxaa ka mid ah awqaada dacwada la aqbalo thuluthu layl akhiir saddex meelood habeenka marka loo dhigo gelinkiisa ugu sii dambeeya waqtiga asaga aa ducada la ducaysto ilaahay addoommadiisa intuu usoo dhawaada uu leeyahay yaa wax iweydiisanaya wax siiya yaa wax iga codsanaya yaa damin af weydiisanaya oo aan siiya waa awqaada dacwada la aqbalo oo qaflada dadkii ku jiraan oo dadkii uhurdaan ka faa'iidaysto waqtiga saddexaadi waxaa weeye oo muhimka ah culammadu waxay yidhaahdaan laba jeer oo adinkaha ducada waa la aqbalaa cinda aladaan oo waa maxay marka la adimayo agteeda intuu socdaba iyo adinkii iyo aqimka dhexdooda intaa labadaba waa la aqbalaa culammada qayb baa halkaa gelisa waxaa ka mid ah salaadaha gadaashooda in ilaahay la baryo salaadaha gadaashooda nebigeennaa sheegay sala allahu calayhi wasalam ducada ilaahay la baryaa ma soo celiyo la weydiisto salaadaha gadaashooda ay culimmadu laba ra'yi kaleeyihin marka waa salaadahee macnaha gadaashee weeye qaybi waxay leeyihin markaad salaada ka baxdid ilaahay bari ad salaada markaad ka baxdid gadaashee dubro salaad waay qaybna waxay leeyihin dubro salaad waxa weeye markaad ataxiyaadkii dhammaysatid oo arkaantii salaada ugu dambeeyey oo tasalligii nebiga iyo aad dhammaysid ducooyin badan oo waxaa jira halkaa ku jiro nebigu uu akhrin jiray intuusan salaama naqsan ataxiyaadkiina dhameeyey dubro salaad marka kuwaas weeye labaduba insha allahu dhimale labadaba waad gashan kartaa salaada markaad ka baxdina waad ducaysan kartaa nebigu waa ducaysan jiray markuu salaada ka baxo astakfirullah 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 waa maxay ilaahu dembigayga dhaaf soo maa waa dalabulmaqfira ilaahu dembigayga dhaaf waay ilahay baa dembi dhaaf weydiisanaysaa allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadika soo duco maaha marka ducooyinka noocaasa ama daakhila salaad kula imaa ataxiyaadka ah ama salaada markaad ka baxdid
adoo qiblada u jeeda waliba qiblada inaad u jeensataa waxay ka qayb qaadataa ducada in lagaa aqbalo xadiid baa jira ina likulli shayin sayida wa sayida almajaalisi qibalatu lqibla shay walba wuxuu leeyahay ugaas iyo horjooge majaalista marka la fadhiista meesha ugaaska waa inaad qiblada u jeensati gacmaha ilaahay u taago salaadii baad ka baxday waxa weyaan waajib baad gudatay ilaahay weydiiso muraadkaaga san oo mid aakhareya mid adduunba ah waxaa ka mid a maalinka jumca imaamku markuu khadiibku fuulayo minbarka ilaah waxa weeyaan salaadaa la gudo waqti lijaaba ku jira ka faa'idayso oo goormaan faa'idaysta salaadii bayaan lagu hadlin baa la yidhi imaamku markuu meesha fuulo oo mu'adinku uu addimayo qur-aan akhriskaagana waad sii wadan kartaa waadna sii ducaysan kartaa ilaahay waad baryi kartaa hadalku wuxuu kaa xirnaan marka khadiibku yidhahdo alxamdulilah khudbadii bilaabo ma la fahm laakiin intuu soo fadhiistay iyo assalaamu calaykum intuu leeyahay iyo intuu meesha fadhiyey iyo adinku intuu socday iyo intaasoo dhan waa ducaysan kartaa hadday qof xataa sheeka idiin socotana waa sii sheekaysan kartaa waa bannaanta qur-aan haddaad akhrisanaysan oad is leedahay xisib iyo wax dhammeena waa sii wadi kartaa markuu khadiibku khudbada bilaabo markaasuu hadalku kaa istaagaya marka unbuu hadalku kaa istaagaya waxaa ka mid a awaakhirka salaada casar laga gaaro saacadda salaada casar ilaa dabayaaqadeeda maalinka jumcada oo kaletana waqti khayr badan ayaa iyadana ku jira marka inahaas waxay ka mid yihiin qofka musaafirkaha ka mid a ducadiisa lama celiyo waalidkaa ka mid a hadduu ku habaarana waa kugu dhici hadduu kuu duceeyana waad helin habaar ha ka kasbana duca ka kasbo marka awqaaddaasoo muhimkaa jirtee tiibay tani ka mid tahay wallahu aclam wasala allahu wabaaraka cala nabiyina muxamedin wa alihi wa saxbihi ajmaciin